وللتعليق على كل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. سيد حسين، مرحبا بكم. المحللون أرجعوا سبب فشل البرلمان هذا اليوم إلى الخلافات بين الكتل، لكن هنا كيف يمكن رؤية ازدياد تكتل الخلافات وتعمقها؟ يعني أنا أعتقد هذا هو رد على ادعاء السيد عادل عبد المهدي عندما قال الحكومة في هذه الفترة أو في هذه الدورة ستكون حكومة تكنوقراط وحكومة مهنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية. احنا تحولنا من المحاصصة الطائفية في الحكومة إلى المحاصصة الطائفية في الدرجات الخاصة، نزولا ممكن إلى المدراء وإلى حتى الموظفين، وهكذا المحاصصة تأخذ مجالها أفقيا داخل الدولة العراقية. ولا أعتقد أن السيد عادل عبد المهدي يستطيع أن ينفذ وعده بحكومة مهنية تكنوقراط، وهذه أول المطبات. وأعتقد ستستمر هذه المحاصصة ويستمر يعني عدم إكمال الدرجات الخاصة كما استمر سابقا إكمال الكابينة الحكومية، إلا في حالة واحدة، هو يكون الحل على حساب المكون السني عندما يتنازل عن استحقاقه كما حصل مع وزارة الدفاع عندما عين وزيرا للدفاع ليس من المكون السني وسكت ممثلي السنة على ذلك. هنا أعتقد أيضا ستكون نفس الحالة، سيأتون بأناس يمثلون المكون السني وهكذا، رغم رفضنا المبدئي للطائفية، ولا يمكن لدولة أن تدار بهذه الطريقة بعيدا عن المهنية وبعيدا عن الكفاءة مقدمة عليها المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية وإلى آخره من طيب المحاصصة. سيد حسين، هناك تصريح لتيار الحكمة قالوا بأنهم سيدافعون بشراسة عن مناصب الدرجات الخاصة وهم اتجهوا للمعارضة، كيف تفسر هذا التناقض سيد حسين؟ هذه ازدواجية، أنه من يريد أن يمارس دور المعارضة عليه أن لا يتولى أي مسؤولية داخل الحكومة حتى لا يتحمل مسؤوليتها. كيف لمعارضة لها وزراء ولها محافظين ولها موظفين؟ منذ 2003 وإلى الآن جميع الحكومات العراقية لم تشهد معارضة داخل البرلمان، من لديه 5 نواب يطالب باستحقاق، فكل من فاز يعتبر المشاركة في الحكومة هي مغنم، وغياب المعارضة في النظام البرلماني هو معناها فقدان هيبة البرلمان وقيمته الرقابية على مؤسسات الدولة الحكومية، وهذا ما عانيناه منذ 2003 وإلى الآن. من يدعي المعارضة فهو غير صادق، من يدعي المعارضة عليه أن يستقيل جميع أعضاء حزبه أو كتلته من الحكومة حتى يتبنى برنامج المعارضة، وهي مراقبة الحكومة في أدائها ومن ثم استدعاء المسؤولين. هنا هذا الأمر مستبعد وبعيد جدا عن الحقيقة، من لديه مسؤولين في الدولة لا يمكن أن يكون معارضة. سيد حسين، هناك من يرى أن يعني موضوع الخلاف على خصم الدرجات الخاصة كان مخططا، وذلك من أجل تمديد العمل بالدرجات السابقة، هل تتفق مع هكذا طرح؟ إلى حد ما هذا ممكن، هذا واحد من الأسباب، ولكن احنا لاحظنا مجموعة أسباب، هذا واحد منها من الأسباب الكثيرة. أنا كما ذكرت لك في البداية هناك تغول على المكونات الأخرى، هناك المكون الشيعي تغول على مؤسسات الدولة جميعها سواء الدرجات الخاصة أو المؤسسات الأمنية. دعنا نتكلم بكل صراحة اليوم، ما هو حجم المكون السني داخل وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات وأجهزة جهاز مكافحة الإرهاب والدرجات الخاصة؟ أين هذا المكون الذي هو مكون أصيل يمثل ثلث العراق؟ أين هو الآن من هذه الدرجات؟ هذه مشكلة يعني علينا على من يقوم على برنامج حكومي او على الاداء الحكومي عليه ان يراعي هذا الامر. لا يمكن ان تدار دوله متعدده المذاهب والمكونات والقوميات من مذهب واحد ومكون واحد ذات عقيده واحده، هذا الامر غير مقبول ولا يمكن ان يستمر ابدا، ولا وان سكت ممثلي السنه فلا يسكت الشعب على ما يجري من تغول واقصاء للمكون السني. طيب أين يعني الكلام عن المحاصصات وتوزيع المناصب؟ من كلام رئيس الوزراء حيث أكد عادل عبد المهدي بأن حكومته ستكون عابرة للطائفية، هل تعتقد أنه يتعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية من دول إقليمية مثلا؟ بالتأكيد، يعني السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع أن يأتي بما لا يرضي المكون الشيعي ثم الأشياء بمسمياتها. اليوم السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع بحكومة تكنوقراط ولا حكومة مهنية، الحكومة يجب أن
أن تكون الغلبة لمكون واحد وعلى أسس طائفية وحزبية. فسيد عادل عبد المهدي حقيقة من حيث المبدأ هو فشل في تحقيق برنامجه الانتخابي تحقيق برنامجه الانتخابي ولن يستطيع أن يوفي به، وأعتقد حكومته هي أضعف من الحكومات السابقة من حيث تحقيق برامجها الانتخابية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.